السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا، هناك رجل توفي وترك أما وزوجة وبنتين. والشركة التي كان يعمل لها يعمل فيها أخرجت لهؤلاء الورثة مقدار من المال. أيوه. هل إخوة الزوج يأخذون من هذا المال؟ لا، دام الشركة نصت على أن هذا الشركة نصت على أن هذا للأولاد، نعم، يبقى لكل الأولاد. للأولاد والزوجة والأم فقط. نعم، الله يسلمك، ما دام هذا منصوص في الشركة.